السلطات الأمريكية تلقي القبض على 18 شخصا في إطار التحقيقات في قضية احتيال كبرى ببطاقات الائتمان، وهي ما تعد القضية الأكبر من نوعها بحسب وزارة العدل الأمريكية. مكتب التحقيقات الاتحادي أشار أن المبالغ التي تم التأكد من سرقتها وصل إلى 200 مليون دولار أمريكي، ولكن إجمالي المبالغ المسروقة لم يحدد بعد. بول فيشمان النائب العام الأمريكي يقول: قاموا بإخفاء عشرات الألاف من الدولارات نقدا في بيوتهم. لقد تم العثور على مبلغ 68 ألف دولار نقدا مخبأ في موقد المطبخ في منزل أحد الموقوفين. وهناك العديد من أصحاب محلات المجوهرات تواطؤوا مع هذه العصابة في مدينة جيرسي. سوف نقوم بمصادرة كل ما يمكن أن نجده. وذكر مكتب التحقيقات الاتحادي أن المتورطين في الجريمة شكلوا عصابة مارست أنشطتها انطلاقا من ولاية نيوجيرسي وعشرات الولايات الأمريكية ودول أجنبية عدة. المتهمون قاموا بتزوير أكثر من 7000 بطاقة هوية للحصول على حوالي 25 ألف بطاقة ائتمان.